تبعي طقس العرب في السعودية، سعد الله صباحكم بكل خير. يسود طقس حار إلى شديد الحرارة في العاصمة الرياض خلال النهار اليوم مع 46 درجة مئوية، الملموسة 41، والرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية ناشطات السرعة. بالنسبة للحالة الجوية لباقي مناطق المملكة، نبدأ شمالا تبوك طقس صافي 38 إلى 24، عرعر 40 إلى 26، وسكاكا طقس صافي 40 إلى 27. المنطقة الغربية مدينة جدة تربة مثارة 38 إلى 29، مدينة منورة 43 إلى 30، مكة المكرمة 43 إلى 32، والطائف 37 إلى 25. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 32 إلى 25، أبها 35 إلى 21، وجازان 35 إلى 32. المنطقة الشرقية الدمام رياح نشطة مع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، الدمام 48 إلى 35، الإحساء 48 إلى 33، وحفر الباطن 46 إلى 34. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 45 إلى 30، بريدة 44 إلى 29، وحائل 40 إلى 25. إلى اللقاء.